التفت ليهم والمدامع من جفونه تنحدر، قال ليهم عقب ساعة توسدوني في القبر. ليكم الله يا أهل بيتي من فلول الغدر، حالكم من بعد عيني تره حال عصير. وقع الحسنان على صدر النبي، هذا يلطم على صدره، ذاك يلطم على رأسه، كل ينادي وجدا. يجى أمير المؤمنين وشالهم من على صدر رسول الله، فتح رسول الله عينه قال يا علي خلهم خلهم على صدري، أريد أتزود منهم، يتزودون مني شمامتي ريحانتي من الدنيا، وخلاص خلاص أنا رايح من بعد اليوم ما أشوفهم يا أبا الحسن، خلهم على صدري خل أشمهما يشماني، يتزودان مني أتزود منهما بعد. وأمسك بإيد علي وخلاها بإيد فاطمة، قال علي دير بالك على الزهرة، خلي الزهرة بعينك أبو حسين، لا يصير بيها شيء من بعدي يا علي. سمعت فاطمة بكلام النبي، نادت وضيعتا. التفت إليها رسول الله، صار يخاطبها بلسان الحال، بطل البواج شعب قلبي يا حزينة، لازم يا بنت اليوم عزك تفقدين، ثوب المصايب عقاب عيني تلبسين، ومنك يكسرون رخصتكم العدا بالباب ضلعين. وفاطمتاه ومصيبتاه سوت يا ملا عطية، قال خرت على أبوها تصيح بدمع سجا، إن كان ضلعي يكسرون بصاير الباب، وصل وصل كرار بي وصل أصحاب، لحد علي يجتري يا قرة العين. صارت تأشر على أولادها حسن حسين، تقول هذا الحسن مشعوب قلبه من يجبره، هذا الشهيد حسين ياهو يشم نحر، ياهو عقب عيناه يحط فوق صدره. ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك السبطين، ومحمدا عظم الله اجوركم، اشار النبي الى كفن جاء به جبرائيل من الجنه، أمرهم أن يناولونه ذلك الكفن، وصار يقسم الكفن بينهم. آليت على نفسي ما نطلع من هذا الموسم موسم الأحزان إلا أول نشرك دمعتنا على رسول الله بدمعتنا على الحسين، خل هم نبكي على الحسين هم نبكي على رسول الله. وصار يقسم الكفن بينهم، قطعة لنفسه، قطعة لعلي، قطعة لفاطمة، قطعة للحسن. زينب كانت طفلة صغيرة قاعدة، الكسر خاطرها، التفتت إلى رسول الله قالت جد،
قسمتم الكفن بينكم وما خليتون قطعة كفن إلى أخوي الحسين، ما خليتون قطعة كفن مثلكم إلى أخوي الحسين. انفجر النبي بالبكاء، التفت إليها كأني به يقول لها: بني زينب، ألا تعلمين أن أخاك هذا غسله دما؟ ألا تعلمين أن شيبه قطنه؟ ألها المناد وأحسن. عظم الله أجوركم، بينما أهل البيت كذلك، وإذا بطارق يطرق الباب. نهضت مولاتنا فاطمة، التفت إليها النبي قال لها: بني خلي يدخل هذا المفرق بين الأحباب، هذا المفرق بين الجماعات، لن واحد على الباب يتخفى بكلامه. يلا صوتك، ترى هذا يوم الفاجعة وهذا وقت الفاجعة، إذا عندك دمعة، إذا عندك صرخة، إذا عندك نحبة، وخلص الموسم، انتهى الموسم، تعود على طويل العمر إن شاء الله. عظم الله أجوركم، لن واحد على الباب يتخفى بكلام. نادي أهل بيت النبوة والإمام، بالله ادخلون على المظلل بالغمام، أطلب الرخصة من النبي نور المسلم. دخل ملك الموت إلى دار النبي، سلم على رسول الله، رد عليه النبي السلام، قال: يا ملك الموت، جئت قابضا أم زائرا؟ قال: إن العلي الأعلى يقرئك السلام، يخصك بالتحية والإكرام، يخيرك بين الرحيل والبقاء. قال: أشاور حبيبي جبرائيل. صعد ملك الموت في السماء، التقى بجبرائيل، التفت جبرائيل إلى ملك الموت، قال له: هل قبضت روح محمد؟ ألا ترى أبواب الجنان مفتحة؟ ألا ترى الجنان قد تزينت لاستقبال روح رسول الله؟ صيح بأعلى صوتك: ونبيا. نزل جبرائيل مع ملك الموت إلى دار النبي، صار النبي يشاور جبرائيل، قال له: ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. التفت النبي إلى ملك الموت، قال: يا ملك الموت، أمضي لما أمرت به. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. الملائكة صاعدة نازلة من السماء، أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجوركم. هذا وملك الموت قابضا على روح رسول الله، أله المناد ونبيا. علي مع النبي تحت ردائه، عند احتضار الموت عرق جبينه، سكن أنينه، مد يديه أسبل رجليه، أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. الله أكبر، صيح بأعلى صوتك: ومحمدا. واحزني على خير البرية، سافر واصبحت دار بعزية، يعني
حين الله قلب انت الزكية منها الدمع بالحسرات فجر، ما جت المدينة بأهلها، توجه الناس إلى دار النبي وإذا بهم يرونه جثة هامدة. ألها المناد ومصيبة، جعله علي على ساجة المغتسل. شلون قدر أمير المؤمنين يغسل رسول الله؟ شلون قدر علي قلب جسد رسول الله؟ الله يعين قلبك مولاي أبا الحسن. صار يتشاغل بجهازه يصب الماء عبد الله بن عباس، علي يباشر التغسيل. نظرت مولاتنا فاطمة إلى جسد أبيها، نور يتساطع من إلى عنان السماء من جبهة النبي، وتذكرت أيام العز، ذكرت أيام الدلال ويا أبوها، وش بيصير من بعد رسول الله؟ نادت وضيعتها، صارت بلسان حالها تعزها تقول اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البري، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، شيل الجفن عن غرتات وادعها شباله، هذا الحسن مكسور قلب انظر الحال حسين، وهذا الشهيد حسين عبرات جري. يلا انشودتك، هذه ابياتكم اللي تحفظونها، ها يلي بهداي قلب جسم ابراهيم به، اقرا 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 البيت بروحك، ها بهداي قلب وانت يا ابن عباس بالهونس جبل ما طول على المغسل شعبني وفتتح ممرود قلبي وموحش الدنيا علي. التفتت إلى من يحفرون القبر الشريف، هذا القبر اللي راح يتشرف بجسد رسول الله، بلسان حالها تقول يلي تحفرون القبر واسعوا مكان، وبهداي نزلوا جنازته وسفروا وجفان، ولا يعز انشال عنا ولا لفان، بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني. البيت الأخير وأسألك الدعاء، أعادك الله بحال أفضل من هذا الحال، يلي تهيلون الثرى دفنوني وي. ليش مولاتي قالت ما اقدر اشوف البيت خالي من محي، قشرة تراه تصير عيشتنا بلي، بعد النبي ما ريد هالدنيا الدني.
صح ونادي ومحمدا.